السلام عليكم ورحمة الله. احنا الان في منطقة يالنجك، جينا نصور لكم شقة 4 غرف صالة، الدور الثالث، شقة رقم 5. ندخل نشوف الشقة. طبعا عندنا المدخل هنا، اول ما ندخل ساحة واسعة، على اليسار على طول الصالون. الآن نشوف الصالون. طبعا أول ما ندخل هنا المدخل زي ما ذكرنا، عندنا دورة مياه، أنتم بكرامة. نجي نشوف الصالون، بطلالة بحرية كاملة. طبعا عندنا هذا الصالون مساحة واسعة وشرحة، عندنا هذه الواجهة الأمامية مع الإطلالة الجميلة هذه. طبعا لها مخرج على البلكونة. عندنا المطبخ، طبعا دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. المساحة هذه ممكن نستخدمها نحط فيها طاولة الطعام. نطلع نشوف البلكونة. طبعا زي ما انتم شايفين هذه مساحة البلكونة. عندنا الإطلالة الجميلة هذه من البلكونة. مباشرة على البحر. قريبة من مطار طرابزون. ايضا قريبة من فندق رمادة. عندنا هنا فندق رمادة، وهذا مدرج المطار. طبعا الشقة داخل مجمع سكني متكامل، فيها جميع الخدمات من مواقف سيارات مغلقة، جلسات عائلية، مسبح، بالاضافة الى كاميرات مراقبة، حراسة امنية. نظام التدفئة فيها تدفئة مركزية عن طريق الغاز. طبعا زي ما ذكرنا هنا المطبخ، دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. نجي نشوف تفصيل الشقة. عندنا هنا الغرفة الأولى، عندنا هنا مستودع صغير، مساحة صغيرة ممكن نستخدمها كمستودع. دورة المياه الرئيسية مع البانيو. عندنا هنا الغرفة الثانية، نجي على الغرفة الثالثة، لها دورة مياه خاصة فيها وبلكونة. هذه البلكونة للغرفة الثالثة. طبعا زي ما انتم شايفين ايضا لها اطلالة بحرية. اخيرا نجي نشوف غرفة النوم الرئيسية. عندنا هذه الغرفة، غرفة النوم الرئيسية، لها ايضا بلكونة خاصة فيها. هذه البلكونة لغرفة النوم الرئيسية. وعندنا المساحة هذه ممكن تكون لتغيير الملابس. واخيرا دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية. طبعا زي ما انتم شايفين مع المروش، اكرمكم الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.